بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إن شاء الله ديب صبر نتهاجيتو وصبر يعني دي بقى ذا لصبر دعوات لقدمه دي بقى من لقبي الصبر على الأذى فيه، لأن من أول ولا علم بيننا وعلم يعني معرفة رب العالمين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحر يعني معرفة دين الإسلام وبعد الله الشرعية وحر يعني برضو بيننا العمل به كمان شقبه وحر كمان الدعوة إليه، هذا يعني يومتي الصبر على الأذى فيه. إلا الصبر يعني مرة تحتاجنا إنسان دعوات لقدم وإنسان خير لقدم لحده وقال أصلح لحده يا رب ربنا مصلحين ليدينا ورب قبول لبنا وقبول دي بالله يعني ليدي، وإن شاء الله ربي لنيتنا من نقلق بال قحيس ليدايا ولتقبت مننا قبول ليدا قلنا يا رب العالمين إن شاء الله. وإن شاء الله يومنا من مالة تحيز وفعن قوع من يوم تحيز، لأنه اللي قال لهم بالحاوية وأبو حجة ديبنا قل مي إن شاء الله ندعم بالكائن أكل لك يانا قبي وإن شاء الله دي بقى أنا وعلي بإذن الله عز وجل. هذا اللي صبر هيني دي بالمجال اللي لا تحدي ولا صبر ميت بيلو صبر عرب بيلو، الصبر حبس نفسي على الطاعة دي بتاعت ربي لنفس كم إنسان تحبس لها اللي حبسهم بالمسجن لنفس حبس تحدي طاعت صبر تحدي وحد ما يورود ان انتو سن ان يورود ان انتو تتحدى مسجد قد تيجيس من سكاب سنة قد تقنات مش بتريم قبقى من قبقى قد تيدي ومدر حفون ان انتو مرة قد تيسيم لالي قد تقنات مال دي بتفتك قبل تهب ولا تكك ما معلم عنا قال يجي حدا من قبي قد يبقى بينا يا رب العالمين تتبالحوا اللي امور الا امور الا كلها صبر تحدي وحبس قال لنا نفس دي بتاعت ربي بس تجبت قعد تحبس تجبت قعد تحبس اللي ضروريته واللي كمان من انواع الصبر ترى صبر قسموه بالذات قال لي لانسان لدعوتك اللي قدمنا لحد الله لا دعوات كفانا صبر ديبا وقدمينا على ومنقبو النبي صلى الله عليه وسلم ريش كفودو مبيلو كفادو كفا يعني عذبو كفا اسك هاجر منهم الجلاب اللي كله جلاب ميتو لا صبر على جلاب لا دعوات قلت تفتح ديبنا كم سلا دبت حتى وصبر تتحدي وما انت كل الالا بين امركا هذا هي يعني لو حار أو دعوات قلت قدمت حد وقلت أسمع حديك أديت ومدرت قلت متأكد حسا يعني حسا يقول لي بروكات وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب أنت بيلو ساحر أنت بيلو لا بحر نواي بلا كفو تحنقل كيدو ديب كعبت بدو أشياء ودو سوق اللقطة ولا حاولوا ديب بيته ولا من اللي هم ولا من العزب على وسمعكم قصة عمار بن ياسر ولا الكفو العزوبة معلو اللي كله صبر دي بقول لك قعدت لا قعدت صبر ركبت من قبل مشكلته كمان لما معصية صبر تحدى وحبسها كمان برضه عن معصية الله لنفس دي بتاعتنا حبسها ومننا معصية كمان برضه نعم مننا معصية نحبسها قل مين معصية عكسنا قعدت وقعدت هي عكسنا معصية معصية رب العالمين اللي تعسب كله أحيانا عومته نفس سكاب تحدي مع سيادة صلاتك التعالف نفس صلاتك كي تحدي كل شيء رب العالمين وحرام لك واكاين اللي مهيني خمرة من قبي ربا من قبي زنا من قبي اللي كله رب إن شاء الله لحفظنا وولادنا الحفاظ وحاولنا الحفاظ ومجتمعنا الحفاظ وأمتنا الحفاظ ومسلمين الحفاظ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. يا رب ان شاء الله رب استرنا دي بلا الدنيا ودي بقبر وحاول منا قبر مفجر الا اللي انواع منها انواع على صبر صبر دي بتاعت تعات نفس القران اللي تقراه ده عن الكاهن كلا وسلا صفحات احيانا يا جماعه لما اصحاب التبيت من ده القران تبع كان كوين دي بره من ده اسبوع كامل يمكن ينتمتموا ولا مثلا عرينا من قبل يمكن تاخر نعري قامت حقوت نعري رب الهبينا بس بقيت نتسلق قدام اخر قدام متى وقدام ما قدام مفجر اللي يعني يا جماعه يعمل حدا منينا ان شاء الله قدم صلات قدم صلات قامت من قبل بشوي ما انا من قبل قريتها قرانا من قبل دي صلات كاين خمس سطر اربع سطر صفحات وجه ورق انا من قبل تم عندنا اربع خمس صفحات من قبل يعني احنا التحيات قلنا منبر كم مره تنبال لي دي معي اقل شيء صار اسمع المره فطور مبال لي طابح مبال لي درار مبال لي قلنا مبال لي قلنا منبر قلنا هلا انت الدنيا قلنا هلا بس مبال لي قلنا منبر مبال لي وعافيت يبقى انا من قبل موت لكن يقول نترفع وقل عالق النبطح وقل رب العالمين اللي ضد يبنى ثلاث صفحات ينقري دي بمعل صفحات ينقري قرآن ينقري اللي هيني من الأمن أشياء الضرورية دي بدعة لصبر تحديتها ودي بمعصير كمان لأنه قرآن الشيطان بلا كلا على عرى عرى بقيت بقيت اللي ما بحبته دنيا كعرى قلع عرى هجيك عرى قهوة عرى من لها عرى مناسبات عرى القرآن أحياناً يعني مصحف ان ده هلا تبي يمكن اسبوع اسبوعين شهر قربوا على ابو تام مسجد احس انا من قبل مسرقه السينا من قبل اي واحد تمنى ما لهي كاس منا ما لهي كاس سال يا جماعه ما لهي كم بك مثلا مصحف فاتحي انت احيانا والله بلا كاس هذا قبل والله شهر بي اسبوع بي خمس يوم بي عشر يوم بي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم القران القران كلام الله بين والقلب الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب بين يعني قرآن هو يقرأك وقرآن هو يتلززك وحقو معاني ويأمرك وحقو تفسير يأمرك وحقو تعمل يأمرك وحقو يؤثر ديبك وحقو رية تبعك لبك كفر على بركتك وتمدي وعلمك ومدي وخيرك وتمدي ملائكتك وتحدر اللي لأشياء لدعوة لتمال تدافع ديب إنسان تو قل مين للصبر تتحزي اللي على الأقل دي باللي كل إنسان عدلا حتى تتعاتنا صبر وكذلك كمان منا معصية نوعين وكمان يعني خلاص يعني مدل دمت إبكا يا أخي أنا خلاص تهاجيكو وبيلكو وأبزحكو وتهاجيكو وأرئيكو قل لي بل قلبو إنسان دعوات لقدم يا أخي أنا كم مرة تهاجيكو كم مرة أرئيكو عمل كاين إحراج مت أني ودلهم اني قال يبلو نيتو ودلهم تعايرو نيتو ودلهم تحانقو نيتو انت ورقيس قال اروح حتك امر انت بعد ما انت انت كم واحد انت بدين بيت كم واحد انت كنا اقل اروح بدو حاجات الله اللي كل ما تاكل لكن انت اللي هو بيلا وقت كاسافك كقرع بالك كتحرجك كتحبعك واروح حتك اللي كم اوقعات ولا اروح حتك برا بس انا بسكت ابعد كم من قبل اللي قبينا حمقنا وانا اكيد لكن انت الاخطاء لنايك لا أمرك من قبل وتوم لرؤكاتا كمان اندع اعترافك باستغفر الأمانون أنا اللي هلدي بيدي لك أسنيك من قبل لقدام للملكات والانتقاد لمنهم لما تأكى لملاحظات منهم لما تأكى لتستفيد منه كديب سنيت توعلا ونوس كاما يعني أروحتك تحاسب حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا عند ملككم عمر بن الخطاب للولاية لأن أروحتك تحاسب ولتنظر نفسه ما قدمت لقد مقدم وقال فهم قوي قال أروح تبي لك من قبي قال قابرية مقدمك قال ميدانية مقدمك تدفتر يوم مسجلة الملائكة اللي بديها مسجلة مسجلة دي بيها يوم اللي بيلك من قبي واستحضر كم من قبي بإذن الله عز وجل لتعدي إن شاء الله رب وفقك لأن رب العالمين بيلا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنفس جهاد تحدي دي بدعة أعد جهاد تحدي أعد يعني قوة تحدد أعد إيمان تحدد أعد صبر تحدد عشان كده بيلو الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وبيلو حبسها عن معصية الله إن معصية توحلة ودي بطاعة إن شاء الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل يعني أنا قلوم أسنة وتوم قلوني أنا
بعد العوم تمن بلوني انا ستيه بلوم انا دعوات قدم بلوم انا قرر او تمن بلوني دبل بدل ما يعني تتقطب وتتقارف وتتحامق وتتبأس وقلي احسن من تصبر واصبر كم من قبي لانه الاذى دي بدين يعني والانسان خير للبل وانسان رب فرا للبل وانسان دعوتنا للتحمل وانسان قبينا انبياء لطبت الا سعادتنا يكون يعني قال لا يتركبني عشان كده تصبر لان النبي اي واحد خير لك قدم ودعوات لك قدم ازيت مرته الا سنته النبي صلى الله عليه وسلم كم سال قبعه ورب العالمين بيلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم دي ولا مواد علا ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر قدم يكا على الأنبياء أتحسوهم وآذوهم وكيت ودوهم لكن أصبروا إتا أتحسيوتهم والتأكيد لأدام لو وديومتا والتأكيد لأدام لبلومتا يقول له كل أصبروا سكما هنا نسرع بتاعنا قلوهم وعوتا بتاعنا قلوهم وتعوتوا وتنصروا وتمكنوا أن رب العالمين مسلم على رب لا قبي باكو يعني ورب لا بعتر باكو ورب لا ريو ورب لا وافقو إلا أم قبي نهايته ولا خاتمته ولا عاقبته نصر قبي العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى نصر الإنسان تل اللي وده هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.